قبل جائحة كورونا كان الإيجار الشهري لشقة من غرفة واحدة في هذا المبنى لا يتعدى 1500 دولار. اليوم وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها ارتفعت قيمة الإيجار بنحو الثلث، مؤشر جعل السكن في المدينة باهظ التكلفة، ما دفع السلطات إلى التدخل في محاولة لإطفاء لهيب الأسعار الذي شب في العقارات. استثمرنا 22 مليار دولار لمواجهة أزمة السكن التي تأتي على رأس المشكلات التي تواجه المدينة. إن أبرز التحديات التي تقف أمام قاطنيها هي السكن، حيث يعانون بشدة من هذه القضية. قبل أن يصل التضخم إلى أرقام لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا لها منذ 4 عقود، كان معدل الإنفاق الشهري الفردي في نيويورك على الطعام لا يتجاوز 500 دولار، لكنه اليوم يكاد يقترب من الضعف. لقد شهدنا زيادة كبيرة جدا في تكلفة السلع من الأنواع كافة كالطاقة أو المواد الغذائية، كل شيء آخذ في الارتفاع، وقد شعر بذلك للأسف المستهلكون. حتى أنا ألمس ذلك عند قيامي بالتبضع، وأعتقد أن هذا الأمر بدأ منذ شهر يناير الماضي. وكما هو الأمر في عموم الولايات الأمريكية، كان لتعطل سلاسل التوريد والارتفاع أسعار البنزين وكذلك لتداعيات الحرب على أوكرانيا تأثير واضح على سكان مدينة نيويورك التي أصبحت تتربع على عرش أغلى المدن في العالم. بهذا التصنيف تكون نيويورك مدينة التناقضات بامتياز، ثراء فاحش مقابل فقر فاضح، بها أقوى مركز مالي في العالم وول ستريت، وعليها ديون بالمليارات. عبد الله ماسي، التلفزيون العربي، نيويورك.